المنتخب التونسي في الدور الاولاني بكل صفوفه والمدرب وكل الجهاز الفني طلع المركز الثالث، طلع توالت على الحركرك، يعني صعد على الحركرك. في الدور الثاني بيقابل منتخب نيجيريا اللي مرشح للبطوله او ضمن الفرق المرشحه للبطوله والقويه جدا، وغياب نجوم المنتخب التونسي والمدرب بيكسبه لان الروح موجوده. النهارده المنتخب التونسي مفيش روح. المنتخب التونسي بيلعب هجوم من نص ملعب بوركينا فاسو وساب الدنيا فاضيه، يعني منتخب بوركينا فاسو كان ممكن يجيب جون واثنين وثلاثه واربعه ويعمل سكور على منتخب تونس. يعني النهارده يوسف المساكني ولا غيره ولا 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 مفيش لعب بروح، مفيش روح ماتش نيجيريا. الدنيا مفتوحه والمدرب يعني مثلا في هجمات للمنتخب التونسي. فين الشكل بتاع الهجمه؟ يعني في هجمه بتكون مرسومه من العرضيه، مرسومه اللعب، مفيش، مش موجوده. في لعب عشوائي، في تحرك لا ارادي عند المنتخب التونسي النهارده. المنتخب التونسي مش هو ده المنتخب التونسي اللي احنا نعرفه. ما كانش رجع المدرب بقى وكملنا، يعني المنتخب التونسي بيكسب من غير مدرب. فالنهارده يعني لازم نعيد حساباتنا، يعني المنتخب التونسي يعيد حساباته يعني في المباراة اللي جايه، عشان نشوف منتخب تونس مثلا في كاس العالم، نشوف منتخب تونس هو اللي احنا نعرفه القوي الشقيق اللي احنا بنحترمه. وهو منتخب محترم طبعا وعلى عيني وعلى راسي، بس النهارده الروح مش موجوده. ايه اللي انا بهاجم بس هجوم عشوائي؟ هو احنا بنركب الطياره نروح في اي حته؟